عايزين نفرح وعايزين نضحك وعايزين نبتسم وعايزين نحصد وعايزين ننتج وعايزين نشتغل. بالتأكيد محتاجين استراحة، استراحة فرح، استراحة شعور بالتفاؤل، لأنه إحنا بنصنع الأمل، وصناعة الأمل دايما صناعة صعبة، صناعة معقدة. إحنا بنحاول نبني الأمل ونصنع الأمل، لكن بنواجه بمن يحاول إحباط هذه الصناعة، وضع العراقيل أمام هذه الصناعة المعقدة في الأساس. النهاردة بدأت مصر خلال الساعات الماضية من أمس في حصاد القمح، ودايما في التراث، في الفلكلور الشعبي المصري والتراث المصري والتاريخ المصري، في الريف، في الصعيد، في بحري، في كل مكان، هو ده بداية الفرح. حصاد القمح، الذهب الأصفر اللي دايما بينظر إلى من ينتج القمح على إنه قراره من راسه، بيشتغل وبينتج بفاسه وقراره من راسه، ده تاريخ. احنا بنفرح دايما، وكل فلاح بيزرع القمح دايما لازم يجي يوم الحصاد بيغني للقمح، زي ما احنا شفنا كده الاغنيه بتاعت الدكتور محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال من سنه 52 بيغني للقمح، بيقول ليله القمح. احنا نسينا الحاجات دي تحت وطئه الدم والتفجير والسياسة والخلافات والإرهاب وما يجري هنا وهناك، نسينا الصورة الجميلة، الصورة اللي قدامنا على الشاشة، صورة اللي بيزرع ويقلع ويحصد وينتج وياكل، وبتحس بفرحة إن إحنا بنشتغل بنعرق. هو ده القيم والمبادئ والأفكار اللي المفروض دلوقتي تسود المجتمع، في إنتاج وفي حركة وفي إنجاز، هو ده اللي احنا شايفينه على الشاشة، هي دي مصر.